انتي عارفة ان المكالمة دي فتحت عناية على حاجات كتير، حاجات كنت ناسيها ومش واخدة بالي منها. عليا مرات شوقي، عليا دي كانت بتشتغل عندي في البيت، كانت دايما تحكيلي على جوزها وعن خناقاتهم، وقالت لي ان اسمه شوقي. ايوه صح، انا عصام بيه كان قال لي ان الست اللي خالد خبطها بالعربيه تبقى مرات شوقي فعلا. عندك صوره ليها؟ لا، ما هو لما جه البيت وكتفني مسح كل حاجه على الموبايل. مش مهم، نقدر برضو نجيب صوره ليها. قالوا انا اللي زي العبيطه وبعت لخالد الصور، قال يعني بقى من نفسي وكده. وهو كذب قدام الضابط وقال له انه مسح كل حاجه من على الواتساب. طبعا البي كان خايف يتكشف. ليه يعمل فيا كده؟ ليه دي بقى هنعرفها منه ومنها، من اللي اسمه شوقي ده؟ حد فيهم هيقر؟ البنت دي كانت بتشتغل عندك من امتى؟ من فتره قريبه مش بعيده، وبعدين كانت كويسه وعاديه، فجاه كده لقيتها بتتمايس عليه وبتعمل حركات مش عجباني، فاتغصت منها وقمت طرداها. مش هينفع يتصاب ده، مش هينفع. عجبك؟ وسعي بس يا علي، ايه ده اللي عجبك؟ الرز بلبن. حلو ده، انا عاملهولك بايديا في البيت عندي، وجايبهولك على رموش عينيا كمان. تسلمي لي والله يا علي. انا مرضتش ازود لك المكسرات عشان عارفه انك ما بتحبهاش، وزودت لك الزبيب عشان انت بتحبه. حلو. ده انت مركزه بقى. على فكره جوزي بيسلم على حضرتك قوي، وبيقول لك لو احتجته في ايتها حاجه هو في الخدمه، ده يفوت في الحديد. انت يا بنتي علي، انت ايه اللي موقفك هنا؟ انت بنت واقفه تتسايري ولا ايه؟ لا انا بسال البنت. خلاص خالص، ما تقعدي في وسطينا احسن. امشي روحي على المطبخ اجري. ده ايه يا اختي ده؟ سفاله. فيها دودو بتزعقي ومتعصبه كده ليه؟ البنت عملت ايه؟ بنت عملت ايه؟ ما انتش شايف المرقعه والمياصه؟ لا انا مش شايف اي حاجه، انا شايف الماتش بس. طب يا اخويا خليك بقى في الماتش بس. طب انا خليني في الماتش بس، تعالي كده تعالي اتفرج على الماتش شويه كده مع بعض. اوعى كده اتفرج عليكي وعلى الماتش في نفس الوقت. معلش قوي انت يا زفت، انت ما نضفتيش الخضار ده وحطيتيه في الثلاجه ليه؟ والرخامه مالها وسخه كده؟ والفاكهه اللي انت شاريها البايظه اللي زي خلقتك دي ايه دي؟ لا حضرتك بتزعقيلي وانا ما بحبش حد يزعق. والله ما بتحبيش حد يزعق؟ ايه ده؟ لا حضرتك عشان حضرتك تمدي ايدك عليا. امشي اطلعي بره. خارجه وانا يعني خارجه من الجنه يا خي. والبي ما كانش عاوزنا امشيها، وقال لي ابعت لها الحساب مع السواق. انا في كل الاحوال كنت هبعت لها حسابها، بس كنت متغاظه منها جدا، ومع ذلك بعت الفلوس فعلا مع السواق. ايه اللي حصل في الدنيا؟ انا عايزه افهم، انا محتاجه افهم. انا هكلمه دلوقتي. تعالي هنا، لا تكلميه ولا تحسسيه ان انت عرفتي اي حاجه. انت فاهمه يعني ايه ما تكلموش؟ يعني ايه ابن خالتي انا دمر لي حياتي عشان خاطر يقلبني وقلبني انا كمان واذاني؟ بس احنا لازم ناخد حقنا منه بالراحه، بشويش، بالطريقه. فاهمة يعني إيه؟ أخدان الحق حرفة. أنا عارفة إن أنتي تعبانة ومصدومة ومتلخبطة ومتبرجلة ومنتيش فاهمة إيه اللي بيحصل، وشاكة في كل الناس اللي حواليكي. اسمعي، الفلاشة دي عليها كل مكالمات التليفون، تسمعيها كده وأنتي رايقة، وبعد كده تكلميني عشان نشوف هنعمل إيه إحنا الاتنين. Thank you.